وقبل ما ابدا كلامي اصلي على النبي الغالي والله ما تعبتش من الكلام علشان صاحب كلمه الحق دايما مش بينام لما تشتكي خليك مؤدب عشان تكسب اللي قدامك وتخليه يبقى معاك اصلحنا شعب رغاي وهراي محدش يزعل من كلامي بس ده مش معناه ان كل كلامنا في الهوى هتلاقي الحقيقه ما بين السطور هتلاقي الحقيقه ما بين السطور ويوم ما تعرفها امسك فيها وما تسيبهاش واوعى تخليها تضيع من ايدك انت اتخلقت علشان تعبده اوعى تنسى الحقيقة وتنسى تعبده واوعى تعيش لوحدك اصل اللي عاش لوحده مات لوحده وافهم كلامي وما تبعدش عن المعنى اللي انا عايز افهمه لك الاناقه مش انك تلبس كويس ولا تاكل كويس ولا تركب عربيه كويسه الاناقه انك تعامل الناس كويس وتبقى الضحكه ماليه وشك وفي قلبك وفي مقابلتك ليا اصل البساطه بتريح خليك بسيط وخلي اللي قدامك ما يخافش منك وسيبك من اللي في دماغك وخليك بسيط أب أصل البساطة بتريح خليك مريح وبسيط وريح اللي حواليك يعني ايه تطبطب عليا يعني تخلي بالك مني وتشوف ايه اللي شاغلني ومحيرني وتسال عليا وعلى احوالي بكلمه واحده منك تقدر تخلي الدنيا جنه وتخليني جوه قلبك بكلام بسيط بكلمه واحده للي قدامك تسال عليه وشوف طلباته ايه وريح اللي حواليك اصل انت حتى لو اللي في دماغك صح الناس بطبيعتها ما بترضاش بالصح بسهوله لازم تقنعها ولازم تفهمها وواحده واحده عليا واحده واحده عليا اصل احنا في تفاوت في العقول لازم تعرف كده في ناس دماغها كبيرة بتفهم بسرعة وفي ناس دماغها كبيرة ما بتعرفش تخرج دماغها من القميص آه وفي ناس دماغها موزونة في ناس دماغها موزونة عقلة وفي ناس دماغها موزونة عن طريق حاجة تانية انت وانا عارفها ما اقدرش اقولها خليك فاهم إن الحياة إذا كنت عايز تعيش فيها لوحدك هتموت لوحدك ومحدش هيسأل عليك يوم مماتك ما شارك اللي حواليك واستفسر وتعلم يمكن تكون المعلومة مش عندك يمكن تكون في حاجة غايبة عنك يمكن يكون في حد مضللك ما تستعجلش في قراراتك لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بنيت الدنيا والسماوات والجبال والأراضين كان قادر ربنا وأنت عارف وأنا عارف يقول لها كن فيكون في لحظة وفي أقل من اللحظة لو في حاجة بيقاس بيها الوقت هتبقى بكلمة المولى سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه هو المدبر المصرف الذي خلق كل المخلوقات وخلق كل الأشياء يا رب رسالتي تكون وصلت بس للأسف المجتمع بتاعنا مش عايز ينضبط مش عايزين نبقى كويسين خالص في 24 ساعة فيديو بينتشر ايه الفيديو والله عيب والله اللي بيحصل ده عيب ايه الفيديو بقى واحدة ست وبفضل الله اتحبست النهاردة وخدت أربع أيام عملت بقى ايه الست هانم دي الست هانم دي جابت جلد الميه وحطت رجلها فيه وبعدين جابت طفل انا مش هعلق لما نسمع الاول الفيديو كده مع بعض طفل صغير الطفل عنده بشره سمراء جميله بشرة ربنا اللي خلقها والله من اجمل الوان البشر اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده اللي الناس مش عارفه معناه ده في بعض في بعض الاثار بتقول ان سيدنا ادم وسيدنا موسى كان لونهم اللون الجميل ده اللي احنا مش مش واخدين بالنا منه الطفل الصغير ده بيعمل ايه بقى بيدعك لها رجليها عارف هي لو امه والله ما هزعل لو اخته والله ما هتضايق اهم عيلة مع بعض وهم مسؤولين عن بعض لكن ده ابن جارتها بيعمل ايه بتقول له دعك لي رجلي طب ليه وبتصور كمان او حد بيصور الناس دي مش عارف اقول عليهم اقول عليهم ايه مش عايز يعني اقول كلام صعب ولكن حاجه مش كويسه حاجه مش محترمه بتعبر بتخليك تشوف اشكال زباله أشكال منحطة بدل ما تطبطبي على الولد وتاخديه في حضنك وتقولي له عاوز ايه طفل صغير طفل انت عارف عشان مش عاوز بس آخد الكلام في, في في سكة تانية أنا بس عايزك تفتكر معايا كده كان بيقول لك <applause> النبي محمد سيدنا النبي حبيبي وحبيبك وحبيب رب العالمين بيقول في مرة من المرات كان ماشي شاف طفل صغير زي الطفل ده كده صغير كده صغنطط كده جميل خد بالك فقال له بتبكي ليه يا ابني يا حبيبي بتبكي ليه؟ قال له اصل انا كان عندي عصفور والعصفور مات فالطفل الصغير قاعد على التراب زعلان وبيتألم اه ما هي الاطفال دي بتحس خلي بالك مش زي الناس الكبار اللي هم بيعملوه ده في اطفال بتحس في اطفال عندها مشاعر عندها مشاعر معانا اتصال من اسوان المنصوره ولا اسوان طيب ناخد ناخد التليفون الو السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا فندم عامل ايه؟ ازي حضرتك اتفضل الله يخليك انا بحب البرنامج بتاعك جدا قوي والله بكلمك جد ده ده ليا الشرف ان انت بتحبني وتحب البرنامج بتاعي الله يبارك لك يا فندم لي بقى ادعيلي انا ليا لي. انا ليا اخوات من الاب وحارمني من المراس وضربوني وانا عايش انا في اوضه اخواتك وحارمينك من المراس؟ اه اخواتي من الاب طب ما هو في في قانون صدر لو لو انت متابع معايا او في حد من الساده المستشارين الافاضل او المحامين الافاضل في قانون في قانون صدر بمعاقبه من يمنع الاقارب من الميراث حتى لسه الحكم في طالع حكم النهارده على مجد عبد الغني مجد عبد الغني اتحكم عليه النهارده لانه حرم اقاربه من الميراث يعني نفس الموضوع بتاع حضرتك تمام اني انا عايش مع والدتي وبعتت للمحافظ اكتر من 20 مره يا فندم والله العظيم ما حدش هو المحافظ ماله ومال الميراث بتاع حضرتك ماشي ماشي وقفت محامي هم بعطوا له الورق عشان عشان اخويا من الاب ده بيدفع رشوه بيدفع رشوه ايوه المحامين ما هو انت طيب وركنوا. هقول لحضرتك عارف. انت كده الواضح ان انت ليك شكوى قانونيه في 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 موضوع معين صح كده اه طيب انا 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 هستاذن حضرتك هتسيب رقمك مع الكنترول وانا وانا ان شاء الله هرد على حضرتك وهتواصل معاك ومش والله ما هتخلى عنك ما تخافش يعني ماشي عشان طبعا وقت برنامجنا هو واضح ان مساله شخصيه مش عايز اعطل وقتكم ووقتنا فسيدنا النبي محمد وهو ماشي شاف الطفل بيعيط تعيط ليه يا حبيبي هو كده، ما هو أنت لو عندك قلب هتشوفه بيعيط ليه؟ شوف طفل لازم تقن لازم تقن. تنصت، إيه ده؟ طفل بيعيط مش جايبة جردل وجايبة شوية مية وبيغسلها رجليها وبتتريق عليه وبتضحك عليه، مهزلة عشان كده اتحبست النهارده على فكرة، أنا بشكر السوشيال ميديا لأن كان الموضوع ده كان ممكن يحصل ومحدش يعرف عنه حاجة، وفي زيه كتير على فكرة في ناس قذره كتير قوي في ناس قلالات الادب كتير قوي ما ظهرش ده الا لما انتشر السوشيال ميديا وانتشرت الـ 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 على المواقع الفيديوهات دي خلي بالك يعني احنا في في أكثر من كده بس الفيديوهات ما انتشرتش والحمد لله انا اعتقد ان السوشيال ميديا اليوم نصير من نصير الغلابه بينصر الناس المظلومة كتير قوي تاخد بال حضرتك ف سيدنا النبي طبطب عليه وقال له زعلان ليه قال له اصل العصفور آه مات فالنبي طبطب عليه طبطب عليه بس حضرته سيادته هو مين النبي ده مشغول بالدنيا ده مشغول بال... بالعالم كله وطفل شغله اه طفل شغله وقف وراح قاعد على التراب جنب الطفل الصغير ده وطبطب عليه وسأل عليه آه يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي شوف المعنى قعد جنب طفل وطبطب عليه وسأل عليه انت بقى فهم الكلام ده فهم يعني ايه يقعد جنبه على التراب ويسأل عليه يعني خدوا بالكم من أولادكم معانا اتصال ايوه الو الو السلام عليكم الو الاستاذ حسين من 6 اكتوبر يا فندم مع حضرتك حسين من 6 اكتوبر اهلا وسهلا يا فندم اتفضل حضرتك بتكلم حضرتك بخصوص التصالح احنا دلوقتي في مشكله في بالنسبه للتصالح في ليه ده الدوله الدوله الدوله, الدولة, الدولة النهارده عملت خصم 60% و40% والدنيا جميله اهو وفي امطار بقت ب 50 جنيه يعني الدوله بتراعي شويه الظروف بتاعه الفقراء اهو والدنيا جميله في مشكله عندك في 6 اكتوبر هي فعلا من ان الجهاز اللي المسؤول عن منطقه الفردوس وحبايب اكتوبر بيقول ان هو يتبع هيئه المجتمعات العمرانيه المنطقه بتاعتكم تتبع هيئه المجتمعات العمرانيه اه تمام هما ما وصلهمش أي قرار بتخفيض أي رسوم وفي مشكلة تانية اللي آه. إن أنا متحدد ليا المتر ب 800 جنيه لكن للأسف وقت الاحتفال بيبقى محسوب في اتنين يعني يعني, يعني حضرتك يعني حضرتك جنيه. يعني حضرتك يا أستاذ حسين عاوز تبلغني وتقولي إن أنت عندك في مخالفات في المنطقة اللي أنت فيها وأنت رايح تتصالح وأنا رايح أتصالح رايح تدفع فلوس ده للدولة ده حقيقي طيب في قرار من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بامطار معينه ومتوجه المحافظين بالكلام ده ازاي ما عندكش سعر معين ازاي لان انا لما اتكلمت معاهم قالوا ان فعلا ان ما وصلهمش القرار بتاع رئيس الوزراء يخص الخصم او يفيدهم الخصم يخصموا قد ايه ده كلام ده كلام ده كلام ما يصحش ده كلام ما يصحش ازاي ما هو الجهاز جهاز 6 اكتوبر هو المسيطر والمهيمن عادل. على 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 على, السكن هناك ده المفروض يا فندم لكن انا دلوقتي كنت بتكلم على س... طب انتم محافظه الجيزه كان المحافظ اعلن ان هو في تخفيض من 10 ل 20% طب هو المحافظ هو الرئيس الاعلى للمحافظه بتوكيل من سياده من رئيس الجمهوريه ليه ما ما طلعش قرار بالتخفيض ليكم؟ لحد الآن أنا ما وصلتش حل اللي معاهم في إن أنا هقدر أدفع بخصم قد إيه، ولكن أنا لما جيت قلت له دلوقتي هو التوجيهات دلوقتي بالنسبة للسيارة 800 جنيه بالنسبة للـ أنت عارف 800 جنيه يا أستاذ حسين دي. معناها إيه؟ ده أنت بتشتري أرض من جديد بقى يا ريت حتى كانت هتدفع 800 حضرتك ده يبقى 800 جنيه للمباني آه. المخففه وتم تغيير من مثلا خدمي الى سكني فبالتالي آه. انا بدفع حالي 1600 جنيه مش 800 جنيه دي دي م... دي ماساه ده انت كده بتتكلم في ده, ده طب انت كم واحد متضرر زي حضرتك؟ احنا كتير حضرتك يعني أنا, انا مثلا ان احنا عندنا على مستوى حدائق اكتوبر ومنطقه الفردوس آه الاعداد كبيره بس اللي بتقدم يعني يكاد ان هم يكونوا معدودين على الصوابع لكن الباقي مش قادر يتكمل يعني انا لما اجي اروح ادفع تمن الشقه مره ومرة طيب. تاني ليه؟ على الحساب الجديد ليه ما عملتوش شكوى مباشره ل... لرئاسه مجلس الوزراء وللمحافظه وتليغرافات بحيث تاخدوا حقكم؟ احنا ولا عملتوا ما حدش سال فيكم؟ لا احنا في الطريق ان احنا نعمل الشكوى بس في الاساس ان هو استحاله احنا قلنا استحاله ان يكون في مكان يتبع للمحافظه ويتبع طبعا يخدع تحت سياسه الحكومه وال... وفي ظل توجهات الرئيس والله لو انت حضرتك متابع معايا اخر لكن هم بيتجاهلوا كل الكلام دوت واحنا ما علاقه ما وصلنيش هم بيقولوا ما وصلناش قرار رسمي انا اخفض هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم فيه طبعا شكوى حضرتك وصلت ورسالتك وصلت ولو في كلام تاني عايز تقوله قوله لي برضه انا معاك على الهوا هو لو في حاجه تاني قولها متشكرين الاستاذ حسين كان معانا من 6 اكتوبر حدائق اكتوبر ومنطقه الفوز. هي دي بقى الرساله اللي انا عايز اقولها النهارده. عايز اقول رساله بهدوء لازم نسمع بعض لو ما كناش هنسمع بعض يا جماعه النهارده كلكم شفتم في بعض الناس عندها اعتراض على بعض الامور في بعضهم عنده تضرر من بعض الامور في ناس زعلانه في ناس نزلت تهلل في الشارع باعداد محدوده زي ما التلفزيون بتاعنا جابوا الكلام ده اللي انا عايز اقوله ايه بقى الناس دي ليه ما حدش يسمع لها اكيد عندهم طلب معين ما هو الامور مش هتستقيم برؤيه واحده يعني النهاردة الأستاذ حسين بيكلمنا في جزئية خطيرة جدا أهو منطقة سكنية معروفة جدا حدائق أكتوبر والفردوس في أكتوبر الناس نزل لهم تخفيضات دول ما نزل لهمش تخفيضات أصل دول تابعين لحاجة تانية ليه اللامركزية دي؟ ليه بلدنا فيها اللامركزية؟ النهاردة عندنا محافظ سيادة هو أحمد راشد في الجيزة وعندنا مؤسسات دولة وعندنا رئاسه وزراء كل ده متواصل مع بعضه ليه بقى ليه ما يبقاش في قرار بالامطار محدد للمناطق وواضح كل واحد المتر بتاعه بكذا وتم التخفيض لكذا وفي ظروف اجتماعيه يتقدم بيها نسمعه نسمع الناس يا دولتي الحبيبه يا مصر العظيمه لن تستقيم الامور في بلدنا الا لما نسمع بعض لازم نبقى فاهمين كده. نسمع بعض، نشوف ده زعلان ليه؟ أنت زعلان ليه يا حبيبي؟ أصل والله فقير، تعالى، شوف ظروفه إيه. أصل أنا عندي عيال، نسمع. أصل أنا أرملة، تمام. أصل أنا مطلقة، مفيش مشاكل. أصل عاجز، نشوف العجزة، نشوف ذوي الاحتياجات الخاصة، نشوف الناس اللي هم المكفوفين. كل دي استثناءات على اي قانون في الدنيا، على اي حاجه في الدنيا. لازم نسمع بعض. في ناس ليها شكوى، اسمعوهم. والله لن تستقيم الامور الا لو سمعنا سمعنا بعض، لازم اسمعك وتسمعني. ممكن تكون انت صاحب رؤيه صحيحه، مفيش مشاكل، اسمعني. يمكن انا اكون عندي مبرر يا اخي يمكن لما اتكلم معاك وتسمعني اخرج اللي جوايا والطيب خاطري طيب خاطر بعض لو ما سمعناش بعض الناس هتنفجر والله الو معانا اتصال معانا أيوة الاستاذه منال العماري الو ايوه يا فندم حضرتك اهلا وسهلا انا متابع حضرتك من بدري يا فندم واحنا كلنا ضد الفوضى وكلنا ضد التظاهر وبرنامج سيادتك الجميل وبناء بس شكرا. انا النهارده عايزه ابلغ كلامي واوصل صوتي النهارده وزير التعليم رفع, رفع حضرتك مصاريف المدارس من تسعين لخمسمائة جنيه يعني انا كأم معايا تلات عيال في ابتدائي ومعايا عيلين في ثانوي تمام. بجد كده كتير الناس هندفع ايه ولا ايه ولا ايه طيب انا النهارده واحده صاحبه معاش يا فندم والله ان... والله انت بنت حلال يا استاذه منال عارفه ليه البرنامج بتاع سيادتك يا فندم جميل وفكرته جميل. جميله احنا ضد الفوضى ومحدش بيحب الخراب لبلده تمام بس هنا الرساله للمسؤولين يا فندم يحسوا بالناس اللي زينا انا النهارده واحده باخد معاش مثلا 3000 جنيه اما هدفع منه مصروفات 1000 ونص لثلاث عيال معايا انا هكمل بقيه الشهر منين هجيب قراريط منين هجيب اقلام هجيب جزم هجيب شرابات هجيب منين بيت مسؤول وميه هتروحي للدكتور ه... هتبقي عاوزه تخرجي تولادك مره مش كده يعني الفلوس هتطير كلها لا لا احنا شايلين الترفيهات دي والله معانا المستشار كلها احنا النهارده بنتكلم في الاساسيات انا هدفع نور هدفع ميه هدفع غاز والنهارده بيجي محصل النور آه يا تدفعي يا يا تدفعي يشلك العداد يا تدفعي يفك عداد المية مم. فالنهاردة المصروفات دي عبء علينا انت كده كده سيادة الوزير بيلغي مجانية التعليم فرجاء بالبرنامج بتاعك اللي هو من محافظة على البلد حضرتك توصل صوتنا ان رفقا بينا شوية توصل صوتنا للمسؤولين يا فندم حاضر احنا احنا سعداء باتصال حضرتك يا استاذة منال متشكرين الاستاذة منال بس الاستاذة منال دي بنت حلال هتقولوا لي ليه هقول لكم انا النهارده وهو بدون اي مسبقات انا جايب معايا قرار وزير التعليم اقول النهارده في الحلقه وعجبني قراره النهارده جميل جدا القرار بقى بينص عليه إيه؟ طبعا انا انا بحترم وجهه نظر الاستاذه منال وغيرها اي حد معترض على حاجه بلدنا يا جماعه صوتكم يتسمع بس ما تخربوش خلي بالك صوتك هيتسمع اسمع اللي بقولك عليه وافهموا كويس رسالتي ليك صوتك هيتسمع اعتراضك مقبول بس بأدب ما تكسرش ابعد عن أي حاجة ضرر لبلدك محدش هيقبل الفوضى محدش هيقبل أي تدمير لأي حاجة احنا تعبنا كلنا اللي فات ما استحملناهوش مش هنقدر نستحمل أي حاجة غلط تاني طب نسمع مع بعض كده السيد الوزير النهارده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرار إعفاء ده قرار بقى أنا بقوله للناس على الهوا يا ريت الناس تسجل ورايا الكلام اللي هقوله ده القرار ده طالع النهارده بيرد على الأستاذة منال المحترمة اللي قالت شكوتها وفعلا شكوتها جميلة في ناس مش قادرة طب مين المعفي؟ بص بقى يا حبيبي أول حاجة سيادة الوزير قال لك إعفاء من المصاريف إعفاء تام وكامل إعفاء أبناء الشهداء أي واحد ابن شهيد معفي من المصروفات طيب اعفاء الاسر التي تاخذ معاش من وزاره التضامن الاجتماعي اي واحد بياخذ معاش من الدوله معفي من المصروفات سواء وزاره التضامن سواء اي وزاره بتدي معاش معين لاي فئه او طائفه معينه دول معفيين بقرار من سياده الوزير وامسك في الكلام ده ده قرار وزاري من وزير التعليم عشان الناس ما تزعلش يبقى اللي هيدفع مين المقتدر طب نكمل بقى الاعفاءات واسمع معايا والله ده قرار مش كلام من عندي اي واحد من اسر اللي بياخدوا اعانة يعني من الدولة اي واحد بياخد معاش ولاده معفيين من المصروفات يقدم ده يعفى من المصروفات طيب المطلقات ابنائهم معفيين العوائل لو واحدة ما, ما عندهاش دخل لو في واحده متزوجه وجوزها غير مقتدر مريض طب واحده جوزها محبوس معفيه بقرار الوزير عشان كده بقول لك سجل ورايا اي واحده عائل من العوائل هي إيه ما عندهاش دخل ومطلقه او جوزها موجود بس ما ملوش دخل والناس اللي ملهاش دخل ثابت قرار الوزير بيقول كده المكفوفين معفيين ذوي الاحتياجات الخاصه ما هو زي ما بنقول الوحش زي ما بنقول ان في ناس معترضه وناس زعلانه من بلدها وزعلانين من بعض القرارات في قرارات برضه كويسه اه في مصروفات انا معاك المقتدر يدفع طب اللي مش مقتدر الدوله بتعفيه اهو القرار اهو انا مش بألف ذوي الاحتياجات الخاصه المكفوفين غير القادرين ابناء المحبوسين اي واحد والده وقعت عليه عقوبه أو أول وقعت عليه عقوبة حبس يعني اعزنا الله وإياكم معفي من المصروفات تمام طيب في بقى ناس تانية برضه معفية الناس اللي ما عندهاش دخل ثابت شوف القرار برضه قرار جميل جدا قرار مهم جدا يا جماعة إيه بقى اللي ما عندوش دخل ثابت يعني مش موظف في حكومة ما عندوش تأمينات ما عندوش اي وسيله غير هو يعني يقول لك ايه راجل ارزقي على الله طيب معانا اتصال معانا اتصال استاذ سيد أهلا يا فندم الو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا استاذ مشار الله يكلمك يا حبيبي تفضل والله والله يا فندم انا كنت عايز اتكلم معاك بس في نقطه واحده بس اتفضل حضرتك بتتكلم على التربيه والتعليم والناس اللي هي بتاخد معاشات امم واللي ما عندوش معاش يموت شهيد عشان يعني ياخد معاش ما هو هو في حاجه انت انت سمعت القرار معايا هو هنا سمعت القر... القرار معاك كويس جدا لسه ده المصفات... لسه ب... لسه والله بكمله اهو والناس الارزقيه معفين من مصروفات المدارس يعني اللي هو ما عندوش دخل ثابت هيقدم ما يفيد ان ملوش برنت تامينات وان هو ما بياخدش اي مرتبات من اي حته وغير قادر على الكذب خلاص يعفى من المصروفات الدراسيه حتى لو بطاقته بدون عمل ما هو هو بطاقته بدون عمل خلاص يبقى هيعفى ولاده هيعفوا من الم... ده قرار وزير يا جماعه والله ما كلامي وانا مش بألف وانتم خليكم عارفين ان انا صادق دايما معاكم انا لما بقول حاجه ما بقولهاش ولا باجي مع حد على حد ولا ب... ولا بطبل لحد ولا محتاجه اطبل انا مع الناس العاديه والناس الطيبين الزحلاتي وبقول لكم اهو في اعفاء صادر ببعض بنود من قرار الوزير نفسه روحوا اسالوا عليه لو حد قال لكم غير الكلام ده على طول اشتكوه الرقابه الاداريه موجوده وفي اجهزه في الدوله بتعمل ضد اي فساد في طوائف معفيه من المصروفات لسه بقولها قدام حضرتك اللي هو مش مش قادر على الكذب المريض الكفيف ذوي زو... الاحتياجات الخاصه ابناء المحبوسين ابناء المطلقات ابناء العوائل اللي عندهم بياخدوا تضامن اجتماعي بياخدوا معاشات من اسر اسر بتاخد معاشات من من بعض الوزارات زي التضامن الاجتماعي وغيرها تمام طيب نكمل مع حضراتكم الاستاذ سيد المقاول تفضل ايوه والله انا راجل مقاول و... 20 سنه في المقاولات وطالع عنا ودفعنا فلوس كتير ومش عارفين اللي هم ممكن يخصموا لنا الفلوس دي انت ولا انت حضرتك يعني ايه تصالحت مع الدوله يا استاذ سيد يعني؟ طبعا اتصالحت يعني انت مع الدولة. يعني انت مواطن شريف لا ما انا رحت اتصالحت عشان خاطر لو لو نشوف الدنيا فيها ايه احنا كده مش عارفين اي حاجه يعني عيلة المقاولين طفشوا واحنا موجودين اهو دفعنا فلوس للدوله دفعت قد ايه يا استاذ سيد؟ دفعت قد ايه؟ انا دافع حوالي معدل حوالي 3 مليون جنيه يا خبر ابيض ليه انت بقى ده انت ده انت اشتغلت كتير بقى مقاول في في المعمار اشتغلنا احنا مجموعه شركاء مقاولين, مقاولين, مقاولين شركاء. وكل المقاولين نايمين حاليا دلوقتي لان فلوسهم كلها راحت آه. ومش عارفين اللي احنا هنرجع جزء من مالنا ده الخاص اللي احنا شقينا فيه طول عمرنا انت انت دفعت ل... دفعت قضايا ولا تصالحات يا استاذ سيد لا احنا دفعنا قضايا وبعد كده دفعنا تصالحات للدولة طب ده انت ده انت ده انت زي الفل اهو ده انت جميل اهو يعني انت دفعت قضايا غرامات قضايا ورجعت تدفع تاني مصالحات عشان تقنن الوضع يعني, يعني. يعني اه وغير كده كمان عاملين حاجة اسمها دفاع مدني خزانات مية وطبايات حريق والكلام طيب ده كله طب ما ده شيء طيب حتى عشان حتى عشان يبقى في انضباط في المساكن اوكي ما فيش مشكلة بس أوه. ده كله ليه؟ طب ما ده كله المفروض يبقى على الساكن مش على الماء مش على صاحب العقار او مثلا على اللي احنا اللي احنا اتضرنا كتير بص احنا اتضرنا كتير انت انت برضه اصل هو المقاول هيطلع هيتكلم هيدافع عن نفسه الساكن هيطلع هيدافع عن نفسه فهي الدولة قالت ايه؟ اللي هيجي يتصالح اهلا وسهلا بيه مقاول جاي ساكن ماشي المهم ان يبقى في نوع من انواع التصالح مع الدولة يعني انت النهارده دفعت الاثنين انت كده انت كده عملت دبلره لل 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 لل, لل, لل للغرامات حياتنا راحت يعني المقاولين كلها اتدمرت من الاخر يعني جرافيش مقاول على مستوى الجمهوريه شغال خلاص كله نايم والنهارده احنا انا انا مع حضرتك في, في الجزئيه دي انا مع حضرتك في الجزئيه دي وفعلا انا هتكلم فيها برضو جزئيه مهمه جدا الهيئة المعمار دي والناس اللي هم يعني كانوا بيشتغلوا طبعا اتوقفت الترخيص على مستوى الجمهوريه طبعا كل مقاول النهارده مشغل نجار ومبيض وبنا وسباك ونجوم بلط النهارده الناس دي كلها نامت واحنا نمنا معاه ودفعنا كل ما نملك خلاص ما عندناش حاجه تاني م. اوكي فاحنا نعمل ايه دلوقتي هل هنسترد فلوس عشان نعرف نشتغل تاني طيب السؤال ده السؤال ده إيه؟ احنا السؤال مش عارفين السؤال بتاع حضرتك ده هجاوبك عليه وهتلاقيه في اجابتي في البرنامج النهارده ان شاء الله هنخش مداخله مع مستشار جرجس ان شاء الله اسعد وهيرد وهي علينا برضه. شاكرين يا استاذ سيد لمداخله حضرتك الكريمه. اهو مقاول يا جماعه. مقاول من المقاولين دفع ثلاثة مليون جنيه. يبقى الدوله كان ليها حق في الجزئيه دي ان في يعني في ناس بنت بدون ترخيص وكسبت وكده فالدولة بتحاول تقنن الوضع معك بس هو شكوته برضه مهمة هو بيقول لك أنا دفعت غرامات قضايا اللي هي الأحكام وطبعا لما صدر القانون بتاع 2020 اضطر يروح يتصالح مع الدولة في الأحياء ويدفع غرامات جديدة أو يدفع تصالحات جديدة أو يقنن الوضع من جديد طبعا القانون الجديد يا جماعة تبقى لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيقول ان هيتعمل عمليه مقصه اللي دفع فلوس في القضايا هتتردله او هيتعمل عمليه مقصه مع التصالح اللي هيبقى مع الاحياء ده هيرد علينا فيه المستشار جرجس اسعد ان شاء الله يبقى معانا النهارده في 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 مكالمه هاتفيه ويرد علينا هيبقى عمليه الرد ازاي والمقصه ازاي والناس دي هتعمل ايه الناس اللي دفعت هنا وهنا تمام طيب لسه مبلغ مبلغ حضراتكم وقلت لكم ان في في برضه قرارات احنا ما نعرفش بيها، اهو زي قرار وزير التعليم ده، اه المصاريف غليت، الفقراء اشتكوا، الناس موجوعه، الناس مش شغاله، لسه برضه الاستاذ سيد المقاول ده قال نقطه جميله جدا وانا بسمعها لاجهزه الدوله، بسمعها لكل واحد مسؤول في دولتنا وعلى راسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايه بقى النهارده سيادتك وقفت التراخيص انا معاك مفيش مشاكل عشان تنضبط ميبقاش في عشوائيات طيب ليه ما نسرعش في فتح التراخيص للناس دي في الاماكن اللي هي مرخصه اللي هي الناس تشتغل فيها برخصه تشتغل فيها بعيد عن العشوائيات ليه انا بوجه الكلام ده لدولتنا الحبيبه النهارده انت عندك واحد بمحر واحد نجار مسلح واحد حداد واحد سباك واحد بتاع سيراميك واحد نجار واحد جميع انواع العماله في مصر توقفت ليه لان هم بيعتمدوا على مهنتهم ان هم بيشتغلوا عن طريق التراخيص اللي بيصرح لل اللي هم بيبنوا فبيروح العمال يشتغلوا كل انواع العماله توقفت فالناس غضبت الناس زعلانه الناس مش لاقيه تاكل طب نعمل ايه ندبر امور الناس اسمعني واسمعك اسمعيني يا دوله جميله اسمعوني انا واحد من الناس بوصل رسالتي لا ابغي منها جزاء ولا شكورا مش عايز حاجه بس عايز اوصل لكم أصوات الناس لو ما سمعناش بعض صدقني هنضيع لازم نسمع بعض اسمعني اسمع أنيني اسمع يمكن تكون في حاجة جوايا تنفعك تنفع البلد يمكن لما تطبطب عليا وتشوف مشكلتي الأمور تنضبط ونستريح كلنا بدل ما فيها رجالة كده وفي نقص في بعض الامور اسمعني حط ودنك واسمع كلامي يمكن كلامي ينفعك عشان كده بقول في عمال محتاجين يشتغلوا عندهم اولاد ده احنا داخلين على مدارس يا جماعه في واحد عنده النهارده اولاد عاوز يدخلهم مدارس معوش مصاريف عايز يجيب لهم الملابس المدرسية، معهوش، ما هو مش شغال، ما أصل في ناس من دول كانوا شغالين اليوم بيومه. الأستاذ سيد المقاول قال كلمة خطيرة، قال لك إحنا وقفنا، دفعنا اللي ورانا واللي قدامنا. طيب، يا أستاذ سيد عنده عمال خلاص قعدوا في البيت زي ما هو قاعد. طب إحنا عاوزين إيه؟ أنا ما بقولش نبني بدون رخصة، ولا بقول بناء عشوائي، لأ. إفتح يا سيادة الريس دراعك افتح دراعك لأولادك. في ناس عندهم اولاد مش قادرين يعلموهم النهاردة في ناس مش قادرة تأكل ولادها في ناس مش قادرة تعالج أولادها كان شغال سباك واللي كان شغال نجار واللي كان شغال نجار مسلح واللي كان حداد واللي كان بيبني حاله وقف صنعة هو طلع لقى ناس شغال كده عشان كده بقول يا جماعه يا اخواتي يا اهلي في مصر يا رجالتنا يا سيداتنا يا اي مسؤول اسمعنا احنا ولادكم اسمعونا لوجه الله لما تسمعونا والله هتنجحوا بس طول ما انتوا ما بتسمعوناش مش هتنجحوا ليه؟ اما تسمعني واسمعك تعلى وتطبطب عليا وتشوفني الو معانا اتصال أيوة. الو أيوة المستشار جرجس اسعد معايا اه مع حضرتك منورنا منورنا زي حضرتك ربنا يخليك يا منور انا هستغلك يعني النهارده ترد عليا الاستاذ سيد كان بيقول رساله مهمه جدا بيقول لك انا النهارده دفعت في القضايا في في المحكمه واتخرب أيوة بيت تمام وراح دفع تاني في الحي عشان خايف بيقنن الوضع للشقق اللي هي ايه؟ ما كانش مقننه. بالنسبه لمخالفات المباني. اه يا فندم اه. هو احنا عندنا حاجه في مصر دلوقتي بي. شغلانه غير آه. مخالفات عايز. المباني؟ الو ايوه مع حضرتك اتفضل. مخالفه المباني في شك اداري وشك جنائي. الشك الجنائي بينزل في المحكمه يا اما حكم حبس او غرامه. تمام بالنسبة للناس اللي بتسدد الغرامة تمام من حقها تعمل مقاصة مع الحي المبالغ اللي دفعتها مقاصة مع الحي اه اعتقد ان ده قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضح تمام اه ده ده ده, ده داخل القانون على فكرة ده في ده في اللايحة التنفيذية أنا فاكر إن أنا قريته تمام والمفروض المفروض في المادة 9 والمفروض قانونيا وإجرائيا يجيب شهادة من نيابة بالمبلغ المسدد الغرامة 500000 50000 ايا كان المبلغ اه بيقدموا في ورقه التصالح اللي هي جديه التصالح لان جديه التصالح بيدفع 25% من قيمه المخالفه او قيمه التصالح تمام فالحي بيتبع اي اجراءات لسه ما حدش يعرف ايه الاجراءات المتبعه في المقصه لحد الان الدوله مخبطه والحي مش عارف اي قرار ده كلام يا سياده المستشار ده كلام يعني احنا طلعنا قانون ولائحه تنفيذيه ومش عارفين هنعمل مقص ازاي الحي لحد الآن ما يعرفش يعمل يعني مقاصة إزاي، هل هيتبع وهذا هو المفروض قانونيا ياخد ياخد الشهادة بتاعة النيابة، الشهادة معتمدة فيها المبلغ. آه. تمام المفروض يسددها تمام للحي، الحي ياخد إجراءاته بخصم المبالغ دي. جميل ده كلام جميل. زيادة عن عن المخالفة أو المصالحة بيرفع دعوة استرداد، ده القانوني المفروض يتبع. امم طيب. لحد الآن هل 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 أنت قدامك حالة المخالفة. معينة؟ هل أنت قدام حضرتك حالة معينة؟ تم عمل مقصه ليها؟ مفيش هم في الحي مش عارفين ياخدوا المقصه ازاي؟ والله, والله والله, والله يا سياده المستشار وحياه ربنا انا كرهت اللي الحي واللي في الحي واللي شغالين في الحي اي حي؟ في الحي نفسه مش مش عارف ياخد قرار بيقول لك مفيش عندنا قرار معين مفيش اجراء معين نتبعه في المقاصة المفروض قانوني الشهاده انت تعتمدها بمبلغ معين تخصمه المصالحة اللي عندك تعرف يا سياده تعرف يا سياده المستشار ان ان سبب البلوه اللي احنا فيها دي هم موظفين الاحياء اللي مصر كلها بتعاني منها هو بتاع الحي المفروض في بيقن... قانون يتبعه بس هو القانون بيمشي باجراءات ازاي مش ما يعرفش اغلبيه موظف كلنا عارفين اغلبيه موظفين الحي تمام واتجاهاتهم واسلوبهم هم سبب المشكله دي في البيت طب البنات الناس تعبت فيها. الناس تعبت يا سياده المستشار انت ساي... شايف ان ان المقصه دي لو انا انا دلوقتي خدت شهاده زي الاستاذ سيد اللي كان معانا من شويه على التليفون لو خد شهاده من الـ من الـ ان هو دفع في النيابه سدد الغرامه تمام يطلع بيها الحي يجرب معاهم يجرب ده ده هو المفروض المتابع مش يجرب ده يقدم الورع كمان ويلزمهم بده اه ده, ده جميل الزامي طيب يبقى كده مورد الخادمين في الدولة تمام يبقى انت كده تتفق معايا ان احنا نعمل مقصة فوريه وما نتعبش الناس اكتر من لازم ده المفروض يتبع لكن الحي مش عارف ياخد اجراءات موضوع المقص طب هينفع نقول بقى الحي مش عارف هو انا شغال هو هو في حد ماسك الحي غير بتوع الحي ما هو الحي بيقول لك انا مش عندي اجراءات معينه ملزم بيها يا جماعه انا 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 بسمع صوتي للسيد رئيس مجلس الوزراء الاحياء المحافظين اي جهه اداريه الناس تعبت الناس محتاجه انضباط انا دفعت في المحكمه وانت بتقول لي دفعت في المحكمه هعمل لك مقصه ماخد ما شهاده واطلع الحي، الحي يقول لي ما عنديش قرار، ده كلام يا جماعه، ده كلام. أنا محتاج محتاجين ن ن متشكر سيادة المستشار جرجس أسعد. معانا اتصال تاني ألو؟ أستاذ أكرم؟ ألو؟ ألو؟ طيب. كان معانا اتصال وفقدنا الاتصال، المهم يا جماعة انا النهارده برضو زي ما بقولك كده اسمعني واسمعك اسمعني الدنيا هتبقى جميله و و ولما نسمع بعض الدنيا هتبقى جميله برضو من ضمن الحاجات اللي انتشرت على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول واخد بال حضرتك لك إيه؟, ايه الحق الفيضان جاي إيه الحق البيوت هتغرق في فيضان للاسف احنا بنتداول المعلومات على السوشيال ميديا بطريقة مخيفة لدرجة ان انت ممكن يقولك النهاردة بالليل الكوكب الارض هيخبط مش عارف في مجرة ايه الساعة 9 الشمس هتغيب وهتلاقي وتلاقي الناس بتت...الو السلام عليكم وعليكم السلام انا عندي لو سمحت نقاط تكافل وكرامه موقوفه بقول لك انت عندك مشروع وعندك فدان ولا لا عندي مشروع ولا عندي فدان ولو عندي مشروع وعندي فدان انا يعني اللي انت تحكم بيه لا انا مش هحكم انا بس لو طو اي حاجه انا موجود معاك فيها لو عندي مشروع حتى لو تكتب طيب يس لو بص عربيه لو اي حاجه اللي تفرض عليها ماشي انا ماشي, ماشي معاك فيه طب بص يا استاذ حماده انا ما عنديش وكاتبين لي فدان وكاتبين لي مشروع بص يا استاذ حماده استاذ حماده اسمعني استاذ حماده استاذ حماده ليه شكوى بيقول ان هو الكمبيوتر ده ده الكمبيوتر اللي جايب لك المعلومه دي صح؟ الكمبيوتر اللي جايب المعلومه دي يا استاذ حماده الكمبيوتر هو اللي قال ان انت عندك مشروع اه بس انا ما عنديش مشروع طيب انا هقول لك يمكن تشابه اسماء هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح للجهه اللي قالت لك انا انت بيقول لك انت عندك مشروع اه هتروح لهم حلو الكلام؟ وهتعمل طلب في 16 528 مجلس الوزراء. آه. وانت قاعد في بيكو مفيش مشكلة خالص هتبلغ تقول والله في تشابه اسماء في حد شبه اسمي واخد بال حضرتك؟ وعنده مشروع فلاني انا ما عنديش مشروع انا عن راجل غلبان على الله مش لاقي اكل. او يا اما انت مش صادق ده موضوع تاني انا ما اقدرش اقوله بس انت بتكلمني. سيب تليفونك وهنتواصل مع حضرتك. تمام؟ طيب يقول لك الحق في فيضان جاي اجري في فيضان جاي هيغرق الدنيا هيغرق مصر طيب في بيان رسمي طلع من وزاره الري من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري في مصر البيان بيقول ايه؟ الوزاره بتهيب اي نشر اكاذيب او معلومات مضللة للمجتمع بدون ما يكون اللي اصدر القرار ده الوزارة نفسها في تحذيرات طيب الوزارة بتقول لك ايه بتقول ان في حاجة اسمها طرح نهر يعني ايه طرح نهر يعني في بعض الجزر زي مثلا هنقول مع بعض مثلا جزيرة الوراء الزمالك دي كانت طرح نهر. في في جزر كتير في بلدنا في مصر لما النهر كان ب ب ب المنسوب بتاعه بيوطى بتظهر هذه الجزر بتصبح ايه؟ ناس بتتعايش عليها وناس بتبني بيوت وناس بتتعايش عليها حياه وبيعيشوا حياتهم عليها فهي بتقول لك ايه بقى الوزاره؟ بتقول في البيان الرسمي من الدكتور محمد عبد العاطي بيقول لك مالكش دعوة بالكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، خد بياناتك من الوزارة، الوزارة ليها موقع رسمي وبتصدر بيانات رسمية، إيه البيان الرسمي؟ هي بتحذر من أي أماكن طرح نهر، منسوب النهر هيعلى، خلاص؟ منسوب النهر إيه؟ هيعلى، طيب، هيغرق الدنيا؟ لأ مش هيغرق الدنيا، هي القصة إن منسوب النهر هيعلى فهيعلى عن منسوب طرح النهر قد يعلو على منسوب الأراضي التي هي طرح نهر معنا اتصال تفضل تمام السلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ وائل الله يكرمك اخبارك ايه الحمد لله تفضل معاك عطوان العلواني يا فندم منين يا فندم عطوان العلواني اهلا وسهلا مكفر الشيخ يا فندم تنور الدنيا حضرتك يا فندم انا قدمت على بطاقه التكافل وكرامه بدل مره ثلاث مرات مم. وكان عندي طبعا انا عندي ظروف خاصه انا عامل بدل العمليه ثلاث عمليات تمام استئصال مصران وطبعا حضرتك يعني انت انت غير قادر على العمل غير, غير قادر على العمل حضرتك غير قادر على الكذب اه انا انا اساسا بشتغل انا صنعي كهرباء طيب انت غير قادر على الكسب عملت تقرير طبي وقدمته عملت يا فندم كل الورق ده ماشي أيوة. وراح في الشركه مم. وفي الزهره في طبعا في الوحده المحليه بتاع الزهره فقال لك انا معاك كمل فطبعا حضرتك قال لي ايه وجه اعتراضه انا عاوزك ده. تلخص ايه وجه اعتراض التضامن الاجتماعي ان انت ما تاخدش ما يا فندم انا رحت كذا مره وقالوا لي ما فيش بطاقه وكلمت الرقم اللي هو اللي ما بطاقه ده أول. يعني ايه ما... انت معاكش بطاقه معايا بطاقه يا فندم امال ايه ما فيش بطاقه مش فاهم حدد مشكلتك لا. في عجاله عشان ما ناخدش من وقت المشاهدين المشكله يا فندم ان هم رفضوا بطاقه تكافل رفضوا موضوع تكافل وكرامه بالنسبه لي خالص ليه 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 بيقول لي انت أيوة السبب؟ جاتني جايني في التقرير ان انت غير غير لائق غير لائق؟ اه يعني ايه مش فاهم يعني انت غير لائق جسديا ولا ولا غير لائق ولا لا بيقول لي بيقول لي غير لائق مش عارف يعني ايه غير لائق طيب بص حضرتك في حاجه اسمها اللجنه الثلاثيه في حاجه اسمها في لجنه اعلى من اللجنه متشكل لحضرتك طيب قبل ما اختم معاكم اقول لكم بقى على حاجه لسه قريها قبل ما اجي حاجه جميله جدا عارف الجماعه النهارده انتشر الشباب والشابات النهارده التاتو يرزع لي تاتو على دراعه ويرزع لي تاتوه على أفاه ويرزع لي تاتو على على دماغه والتاتو التاتو كتر التاتو الأف... طب اسمع بقى المفاجأة الجميلة دي ماليش دعوة أنا بقى حرام ولا حلال ده موضوع؟ مش موضوعي لكن أقول لك على حاجة بقى النهاردة في ناس كتير جدا التاتو عمل لهم سرطان عمل لهم سرطان وبيتعالجوا وجاب لهم مرض الايدز احدث ابحاث في موضوع التاتو النهارده بيقول لك خلي بالك في ناس بيتعالجوا من الايدز بسبب التاتو وعندهم اورام سرطانيه بسبب التاتو سبحان الله سبحان الله سيدنا النبي ما قالش حاجه كده ما قالش حاجه كده خالص كل حاجه ليها حاجه طالع تاتو روح اتعالج بقى ربنا يشفيك ويعافيك يا رب العالمين خدوا بالكم من ولادكم خدوا بالكم من اطفالكم اسمعني واسمعك هتستريح نلحق نطلع قرارات نراعي العمال والنجارين والمسلحين والناس اللي هي الناس نجار, المسلح والحداد والسباك وبتاع السيراميك وبتاع البلاط والبنة الحقوا الناس الطيبة دي المدارس داخلة محتاجين نقف معاهم عشان ما يزعلوش مننا لما هتسمعني واسمعك وتسمعهم بلدنا هترقى وهيعلو شأنها والله انظر للدول الاوروبية قبل ما اختم مع حضراتكم عشان المخرج عمال يقول لي خلاص وقتنا انا بقول لكم هناك المسؤول بيقف يشوف ده ايه مشكلته يوقفوا وسط الناس خلي بالك بيوقفوا يقول له انا عندي شكوى يقول له تحت امرك اتفضل شوفوا شكوته عشان كده عايزين نسمع بعض عايزين نحب بعض مش كلام تمثيل والله اسمعوا بعض اي مسؤول طبطب على الناس ارحموا الناس ربنا هيرحمكم هينزل علينا الرحمات هينزل علينا البركات وفي اخر الحلقه أصلي على النبي الغالي ويا رب أشوفكم في العلالي كنت معاكم وائل أبو شوشة ضد الفوضى